المشتركين ثالثا نذكر اسمائهم من جديد. صف واحد شباب هم اذا ما دخلتوا انتوا النومنيه ابدا اول سؤال مع المشترك الاول. اول مشترك معنا أبسلك عن واحد الشيخ محمد بن قاسم، تعرفه؟ محمد بن قاسم، يا رب اني ما اخطيت في الاسم، يا رب يا رب. عبد الله. عبد الله؟ لا مو عبد الله. الوزية وش تعني لك؟ ها؟ الوزية ديرة ربعي. ها؟ ديرة ربعي. علق كم كلمة؟ من أي ناحية؟ علق وش تعني لك الوزية؟ هم ربعي هم عزوتي. الله أكبر. فرجع لك. شلونك؟ تمام. شلونك؟ زلونك. ودي الشعور اللي خالط مشاعرك اليوم في هالمرحلة اسمعها على السريع. نبدا معك. وش المشاعر اللي داخلك؟ وش المشاعر اللي في داخلك الان؟ شعور لا يوصف صراحة. متعب داري لانه أيوه. انت قاعد تتعب وضحيت بوقتك عشان تشارك في البرنامج. أيوه. تخيل تطلع نمونيه، هذه مصيبة كارثة بالنسبة لك صح؟ صدق. تفضل، وش تعليقك؟ والله تحسف اني اذا ما قدمت شيء. تقهر اني ايش؟ ما قدمت شيء. ممتاز. بن عياف. والله صعب ان اوصف لك. الحمد لله قدمنا بعض الاشياء اللي عندنا، اللي عندي طبعا. واطمح في الكثير، وكاني طلعت هذا شيء الله كاتبه. ترى على فكره في شخص انا احبه كثير، رغم ان لن اكون محابي لاحد، ولكن وصانا عليك كثير، هو زميل وصديق صراحه، لكن نتيجتك اذا انت نومنيه راح تتخريها. انت تعرف اني انا ما جامل. خالد العياف. العياف. العياف ابو ناصر. الله الله. ايش تقول له؟ امسي عليه بالخير. بيض الله وجهه وما قصر، ولا يبغى يبتن على ابو ناصر. لكن كاننا دخلنا في النومنيه هذا شيء كاتبه الله، ما نقدر نحن. بس هذا الشيء ترى اذا نتيجتك صعبه او نتائجك صعبه انا ما احب اجامل احد. هذا جهدك في القريه. كل الشباب انا احبهم. انت وصل عليك متابعين، هذا وصل عليه شخص، هذا وصل عليه زميل، هذا وصل عليه صديق، لكن انا قلتها في السناب شات، قلتها واقولها، اي شخص وصلنا على مشترك راح ازود عليه العقاب وراح اوجعه وراح اتعبه معي. تمام؟ طيب. عشان كذا الكلام هذا للجمهور وليس حبيبنا. احب اقولكم للاسف كلكم رجعتوا القريه. والله لو انك طلعت منكم.